من قناة الجديد في بيروت، أهلا بكم. وضعت القوات اللبنانية العصية في دواليب جولة العماد ميشيل عون على بلاد جبيل، وعندما ألغى الجنرال سيدة إليج من جدول الزيارة جاءته الاعتراضات القواتية من ما يفوق، وبأقل الأضرار استكملت الجولة وتدخل الجيش اللبناني لمنع مناصرين قواتيين من قطع الطريق على الموكب. وفي رده على حملة المنع قال عون إن الشهيد ليس ملك أحد، إنما هو لكل الوطن. كل العصي لم تمنع الدولاب الانتخابي من عجلة الدوران، فقال رئيس كتلة التغيير والإصلاح إن الدوائر الصغرى تفتت البلد، وإذا وصلوا إلى الحكم سيكون خيارهم قاتلا. ورفضا للستين غادر البطريرك الراعي إلى هنغاريا وروما وعلى لسانه لعنة القانون الحالي، مطالبا بقانون يناسب الجميع. والصيغة الانتخابية غير المتفق عليها توزعت تصريحات على كل القرى اليوم، فكانت لغة الجنازات والدفن وذكر الأسابيع وتقديم جوائز التقدير والدروع، وكل يرى التمثيل الأفضل من موقعه الطائفي. ولزوم القانون طوقت فعاليات السعديات اليوم إشكالا أمنيا وقع قبل أسبوعين، وفي منزل اشتراكي تم لم شمل حزب الله والمستقبل بحضور الجماعة الإسلامية. سوريا ضربت المعارضة في القامشلي ذات الغالبية الكردية واستهدفت مفرزة الأمن السياسي، فيما أعلن عن إسقاط عدد من المروحيات النظامية في مطار النيرب قرب حلب. أما سياسيا فإن وزير الخارجية وليد المعلم فتح من نيويورك باب الترشيح للانتخابات الرئاسية في عام 2014 وقال إن الترشيح متاح لمن يرغب. وعلق المعلم على الأمين العام لجامعة الدول العربية فرأى أن هوس نبيل العربي بالفصل السابع ربما لأنه يغار من سلفه بما فعله في ليبيا. وعلى الأزمة السورية كانت أنقرة تستضيف منتدى جمع عددا من القيادات العربية، بينهم الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، الذي رحب بثورة الشعب السوري الساعي نحو الحرية والاستقلال والديمقراطية. أما رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان فقد غازل الأكراد، داعيا كل مواطن كردي إلى أن يحكم ضميره من دون أن يقع تحت تأثير الدعاية التي يقوم بها الإرهابيون، وأن يسأل نفسه هل قامت أي حكومة أخرى في تاريخ الجمهورية التركية بخطوات جريئة لصالح الأكراد. كلام ما كان أردوغان يضطر له لولا أن النظام السوري أمسك بملف الأكراد وضرب به عمق تركيا بطريقة موجعة دفعت رئيس حكومتها إلى طرح التفاوض مع حزب العمال الكردستاني. النائب ميشيل عون يؤكد أن خيار السلام بحاجة إلى إرادة مشتركة، وإذا كان أي شخص لا يريد السلام في استطاعته القيام بالحرب، مستغربا منعه من زيارة سيدة إليج، وقال هذا العمل لا يمت إلى المسيحية بشيء، وقد قبلنا الموضوع بحكمة كي لا نصطدم مع أحد. وخلال زيارته دار مطرانية جبيل المارونية في عمشيت ذكر عون بما دعا إليه خلال زيارته إلى الشوف عن ضرورة إقامة نصب تذكاري لكل الشهداء على اختلاف انتماءاتهم الحزبية. ميفوق هي البلدة الأبرز في زيارات العماد ميشيل عون إلى جبيل. هذه البلدة ذات أكثرية قواتية وفيها كنيسة سيدة إليج التي تحتضن رفات نحو 250 عنصرا من القوات اللبنانية سقط بمعظمهم في حرب الإلغاء. رئيس تكتل التغيير والإصلاح دخل البلدة وألقى كلمة في حديقة البلدية قال فيها إن الشهيد ليس ملكا لأحد، إنما لكل الوطن. الشهداء ملك حدا بيصيروا سلعة للبيع والشراية، الشهيد إما بيكون لكل الوطن أو لا يكون. وخلال مغادرة البلدة وقع إشكال بين عناصر قواتية وعناصر المواكبة وتبادل الشتائم، ما دفع بالجيش المنتشر بكثافة في المنطقة إلى التدخل وحل الموضوع قبل أن يتفاقم وللحؤول دون قطع الطريق. هذا الموكب تبع ميشيل عون مالق من هون، طلعوا من الشبابيك، شباب عم بيقولوا هلا قوات حكيم وبس، صاروا الشباب سبوا الحكيم، بلشوا الشباب تبعونا يسبوا ميشيل عون، اجى الجيش والدرك وهذا
هجم على جماعتنا لأنه هن بالسيارات طالعين من الشبابيك وعم يسبونا. ربع قرن مرة من دون أن يلغي أثار حرب الإلغاء، موكب العماد عون مرة من ميفوق من دون أن يسلك طريق سيدة إليج. التحرك القواتي كان هدفه منع زيارة العماد ميشيل عون إلى سيدة إليج التي أعلن عن إلغائها في ساعات الظهر، إلا أن ذلك لم يمنع القواتيين من استكمال حشدهم الشعبي في الكنيسة حيث أقيمت الصلاة. كان أحرى فيه بأنه يروح على سوريا يجيب بعض الشباب المعترين اللي بعدهم مشلوحين بالسجون اليوم. شو مضيع بإليج هو؟ شو عنده هون؟ يتركنا بحالنا الجنرال، خلص دوره بهالمنطقة. وكان اليوم الثاني في بلاد جبيل قد استهله عون في بلدة إهمج، حيث حذر من أن من يطرح فكرة الدوائر الصغرى يريد تفتيت البلد ويفكر بالربح الآني، وإذا وصلوا إلى الحكم سيكون خيارا قاتلا لأنهم يقومون بانقلاب جذري أخطر من زمن الوصاية السورية. اللي عم يحكوا بدوائر صغيرة بدهم يرجع يفتفتوا البلد ليرجع 128 حزب، وأكبر نايم بهالتضخم هينا ويعود له قيمة. وسعينا للقانون النسبي يلي صراحة بأربع أقضية من جبل لبنان الشمالي نحن بنخسر 7 نواب، ولكن وين عدالة التمثيل ابن عكار أو ابن البقاع أو ابن الجنوب أو ابن بيروت إذا ما كان هيدا النظام بيمثلهم كلهم؟ كملنا المشوار وعملت وسيلة التفاهم مع حزب الله، وكثير من المشككين شككوا، ونحن بنعرف اليوم دولة الرئيس إنه لولا هيدي الوثيقة ما في استقرار وما في عيش مشترك وما في أمان لبنان. وفي بلدة راس أسطى تحدث مسؤول حزب الله حسين زعيتر عن وثيقة التفاهم وقال إنها لقاء العمالقة. نحن اليوم أمام مدرسة وطنية جديدة، إنها المدرسة العونية والتيار الوطني الحر. الزيارات شملت أيضا دير مرمرون في عناية ثم بلدات مشمش والحفد وجاج. من جبيل باسل العريضي، قناة الجديد. الوزير السابق وئام وهاب يشن هجوما على السفير السوري علي عبد الكريم علي. الوزير جبران باسيل يتعرض لحملة عنيفة في الولايات المتحدة، وأخبار أخرى في بانوراما محلية للزميلة نوال بري. غادر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بيروت هذا الصباح متوجها إلى هنغاريا وروما في إطار زيارة تستمر حتى أواخر تشرين الأول المقبل. ولفت الراعي من المطار إلى أنه يتم البحث عن مخرج لقانون الانتخاب يناسب الجميع، مجددا رفضه قانون 60. نحن ما حنا إذا قلنا حرم بالقانون، نحن قلنا اللي بيقولوا كل اللبنانيين بالعلن وبالخفي إنه ما حدا بريد قانون 60 لأنه كان بأساس ما نحن عليه اليوم. نحن الموارنة متفقين وأعلنوا ببيانهم متفقين إنه رح يتناولوا مع زملائهم النواب هالثلاث مشاريع ويختاروا هاللي هو بيأمن للجميع التمثيل الأفضل. في الذكرى الثامنة لمحاولة اغتياله واستشهاد مرافقه غازي أبو كروم، زار النائب مروان حمادي بلدة مزرعة الشوف حيث وضع إكليلاً من الزهر على ضريح الفقيد بحضور أفراد عائلته وفعاليات المنطقة. حمادي وفي كلمته للمناسبة دعا المتورطين في هذه الجريمة التي كانت فاتحة الجرائم الأخرى إلى تسليم أنفسهم، منتقداً مماطلة المحكمة الدولية في إصدار القرار الظني وفي سوق المجرمين إلى المحاكمة. نحن انتظرنا 8 سنوات وسننتظر مع كل أهلنا هنا أن يعود الحق إلى المعلم الشهيد وإلى غازي. في حديث مع برنامج الحدث على قناة الجديد جزم الوزير السابق وئام وهاب بأن لا علاقة لسوريا بالمتفجرات التي وجدت في سيارة النائب ميشيل سماحة، واعتبر أن ما قام به سماحة هو توريط نفسه. وعن السفير السوري في لبنان اعتبر وهاب أن لا سلطات له أصلا لكي تحد. بحبش تسأليني عن موضوع ميشيل سماحة، بحبش سيرته. ليه؟ بحبش سيرته. ليه؟ ما بحب سيرته، حر ما بحبه. اللي قاعد عم يسجل لأصحابه بالسيارة أكيد ما بحبه. منه غبي جميل السيد تيفوت بيك شغلي، مش غبي. معقول كونه مورطه يعني الوزير سماحة يعني طلعوا بسيارة فيها متفجرات؟ ما في ورطه ولكن بعتقد غشه.
وانا هذا السفير هوني بس حكي كلمه بطلت احكي معه لانه هيك. اي سفير؟ سفير سوريا. شو هالقصه يعني؟ دكتور علي عبد الكريم علي. إيه؟ ما كان في اشاده فيه سابقا؟ ما انا ولا مره شفته. لا انا بؤمنش بالسفر بين لبنان وسوريا. ايه. بعد خلاف دام أسابيع بين عائلتي حمادي والأسعد في منطقة السعديات، تمت المصالحة بين العائلتين في منزل أمين السر العام للحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر بمشاركة ممثلين عن الأفرقاء السياسيين في المنطقة، إضافة إلى إمام مسجد السعديات الشيخ إبراهيم إبراهيم وممثل عن الجماعة الإسلامية. موقف طيار المستقبل عبر عنه ممثله الذي شدد على أهمية احترام النهج السياسي والمعتقدات. أما ممثل حزب الله فقد أشاد بخط المقاومة الذي لن يكون إلا جسر تواصل بين الأطراف. ونحن منفتحين على كل الحلول تحت سقف السلطات الأمنية والدولة، والإخوان الموجودين من قوى الأمنية بيشهدوا على تواصلنا نحن وياهم. هذا النوع من الخطاب عم ياخذنا أحيانا، اعذروني، من وضوح الرؤية لخطاب يقرب إلى خطاب تهجيري، وكأنه صرنا بدنا نقول الوردانية ملك للطائفة الفلانية وهون ملك للطائفة الفلانية. دعا وزير الصحة علي حسن خليل في ذكرى أسبوع المقدم الشهيد عباس جمعة إلى تسليح الجيش اللبناني كي لا يبقى رهينة مساعدات من هنا وهناك، وأن تقرر الخطط لتجهيزه وتأمين مقومات قيامه بدوره على كامل تراب الوطن، مشيرا إلى أن الإنفاق على الجيش ليس عبثيا بل إنفاق استثماري، وتطرق إلى قانون الانتخابات في لبنان. نحرص على أن لا ننقل هواجس فئة إلى فئة أخرى من اللبنانيين، بل أن نصوب باتجاه إنتاج قانون للانتخابات يراعي ميثاقنا الوطني، يراعي قواعد دستورنا القائمة على حفظ عيشنا المشترك والتفاعل الحقيقي بين كل مكونات شعبنا. ما إن بدأ الوزير جبران باسيل جولته في الولايات المتحدة حتى بدأت الحملات من تيار المستقبل والقوات فرع أمريكا تشن ضده. الحملة بلغت حد الوشاية بهدف إيذاء باسيل وتأليب الأمريكيين عليه لكون باسيل حليف حزب إرهابي قتل الأمريكيين في لبنان على حد وصفهم. المنظمات اللبنانية الأمريكية استنكرت الزيارة وحثت المسؤولين الأمريكيين على عدم الاجتماع بوزير الطاقة، وعلقوا في بيان أن الجهة التي دعت باسيل لا تمت إليهم بصلة، لافتين إلى أن الغالبية من اللبنانيين لن تشارك في أي فعالية ستقام له. وأعلن الائتلاف عن صدمته إزاء نية باسيل إلقاء محاضرة حول الطاقة بينما يمر لبنان بأسوأ أزمة طاقة في تاريخه. المحطة الأولى في جولة باسيل الأمريكية كانت في ديربورن لما تحمله هذه المدينة من مكانة للجالية اللبنانية، وقد أشار باسيل إلى أن سلاح المقاومة الذي حرر لبنان من الاحتلال الإسرائيلي هو من سيحمي الثروة المائية والغازية فيه. خلال توجه جمع من أهالي بلدة بقسطة الجنوبية إلى كنيسة مار يوسف للمشاركة في قداس الأحد، فوجئ كاهن البلدة يوسف مزمر لدى وصوله بزجاج أحدى نوافذ الكنيسة محطماً وبأثار شظايا طلقات بندقية صيد على بابها الرئيسي، كما أصابت الشظايا مقاعد الكنيسة وأدت إلى تحطمها، وألحقت أيضاً أضراراً بمذبح الكنيسة وعثر أمام المذبح على عصفور نافق. الكاهن سارع على الفور إلى رئيس البلدية وفعاليات البلدة، فحضرت قوى مشتركة من الجيش وقوى الأمن الداخلي وبوشرت التحقيقات في الحادث من قبل مخفر حارة صيدا ومخابرات الجيش. القامشلي في دائرة العنف والهجمات الانتحارية المتنقلة في سوريا، أردوغان يطالب إسرائيل بالاعتذار، وأخبار أخرى في بانوراما دولية للزميلة عنان زلزلي. وقع هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية شمال سوريا في محافظة الحسكة، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص بحسب التلفزيون السوري الرسمي. أما المرصد السوري لحقوق الإنسان فأشار إلى أن الانفجار استهدف مفرزة الأمن السياسي وأدى إلى مقتل 8 من القوات النظامية وإصابة 15 آخرين بجروح بعضهم بحالة خطرة، علما أن الحي يضم فروع الأمن السياسي والعسكري والجنائي، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها انفجار مماثل مراكز أمنية في القامشلي. هذا وأعلن الجيش السوري الحر أن مقاتليه شنوا هجوما على مطار النيرب العسكري في حلب وتمكنوا من اعطاب طائرتين على الأقل.
وفي مدينة حلب تواصلت الاشتباكات مع محاولة المقاتلين المعارضين التسلل إلى أجزاء من المنطقة، وأكدت السلطات الرسمية أن الجيش النظامي استعاد السيطرة على عدد من أحياء حلب، ونقل التلفزيون الرسمي صوراً لتوغل عناصر من القوات النظامية داخل شوارع المدينة، مؤكداً وقوع مجزرة بحق أهالي قرية الحيدري في حمص راح ضحيتها 17 قتيلاً. تعهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بعدم تطبيع العلاقات مع إسرائيل ما لم تعتذر وتقدم تعويضات عن مهاجمة أسطول الحرية لإغاثة غزة، وطالب أثناء افتتاح المؤتمر الرابع لحزب العدالة والتنمية روسيا والصين وإيران بإعادة النظر في موقفهما حيال الأزمة السورية، قائلا إن التاريخ لن يعفو عن المساندين لهذا النظام الظالم، مؤكدا عزمه العمل على المسألة الكردية على الرغم من الاستفزازات وحملات استنزاف الحكومة. أدعو كل مواطن كردي إلى أن يحكم ضميره دون أن يقع تحت تأثير الدعاية التي يقوم بها الإرهابيون، وأن يسأل نفسه هل قامت أي حكومة أخرى في تاريخ الجمهورية التركية بخطوات جريئة لصالح الأتراك؟ سلامي ومع كل الاحترام إلى كل الأبطال في سوريا، سلامي إلى مكة والمدينة. اجتماع الحزب الحاكم يلتئم في ظل إقبال البلد على 3 استحقاقات انتخابية رئاسية وتشريعية وبلدية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقد حضره الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، وقد احتشدت الجماهير من أنصار الحزب في قاعة المؤتمر التي تسع نحو 40,000 شخص. قررت محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة أحمد عبد الله صاحب قناة الأمة ذات التوجهات الإسلامية الشهير بأبي إسلام المتهم بتمزيق الإنجيل أمام السفارة الأمريكية في العاصمة المصرية إلى 14 من أكتوبر تشرين الأول المقبل. ويتهم أبو إسلام بتمزيق الإنجيل خلال الاحتجاجات على فيلم براءة المسلمين المسيء للإسلام، إضافة إلى تهم ازدراء الدين المسيحي في قناة الأمة التي يمتلكها. وعقب نهاية الجلسة التي تم تأجيلها ردد أنصار أبو إسلام هتافات الكذاب أهو ورمز الفتنة في إشارة للمحامي ممدوح رمزي الذي رفع الدعوى ضده، الأمر الذي استدعى تدخل الأمن لمنع وقوع اشتباكات من جانب الطرفين. قتل 32 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 100 بجروح في موجة هجمات أغلبها بسيارات مفخخة استهدفت 9 مناطق متفرقة في العراق بينها بغداد، وشملت الهجمات تفجير 13 سيارة مفخخة وعبوات ناسفة وهجومين مسلحين. وأفادت وزارة الداخلية أن أعنف الهجمات وقعت في بغداد والتاجي والطارمية والمدائن والكوت والموصل، وبذلك يرتفع عدد القتلى لشهر أيلول سبتمبر في العراق إلى أكثر من 300 قتيل ونحو 800 جريح. قالت الشرطة في بنغلاديش إن مئات المسلمين في بنغلاديش أحرقوا 4 معابد بوذية على الأقل و15 منزلاً لبوذيين الأحد بعد أن شكوا من أن بوذياً أهان الإسلام. وأوضح أفراد من الأقلية البوذية في منطقة كوكس بزار في جنوب شرق البلاد أن مجهولين يتعمدون إفساد العلاقات السلمية بين المسلمين والبوذيين. وسبق الحادثة تظاهرة احتجاجية للمسلمين للتنديد بالصورة التي نشرها بوذي على الفيسبوك، واستخدمت الشرطة قوات أمن إضافية وحظرت التجمعات في المناطق التي تقطنها أغلبية بوذية. السفير البريطاني في لبنان أكد من برنامج الأسبوع في ساعة أن الشعب السوري هو الذي يقرر ما يريده، معربا عن تفهمه خوف البعض من سقوط النظام وعملية التغيير في سوريا. أنا أعتقد بأن نرغب بأن نرى معارضة موحدة أكثر ومتماسكة أكثر بشكل أكبر من أجل المحافظة على الحقوق الديمقراطية للسوريين وللأقليات، ويجب أن نسمع ذلك من قبل المعارضة. لماذا غير موحدة المعارضة؟ من الصعب جدا أن نقول ذلك، هناك العديد من البلدان مع سوريا وغيرها ضد سوريا ولا تتشارك المنصات نفسها، وأنا أعتقد من المهم جدا عندما ننتقل بأن نفهم مواقفهم وأن نحمي، ويجب أن يكون هناك حماية للأقليات وتتعلق بكافة السوريين.
أما الآن فننتقل للنشرة الفنية التي وافينا بها زميلي شادي خليف. شادي مساء الخير. مساء الخير داليا. ويلكم باك على الشاشة. هلا أنا شفتك قبل بس إنه ويلكم باك على الشاشة. ودعتك آخر نشرة كنت معك وهلا كمان بالعودة كمان أول نشرة معك. فبكون مبسوط هيك. وأنا كمان شوفي عندنا أخبار فنية. اليوم في أخبار كثيرة داليا، يمكن السياسة طاغية كمان هالمرة أكثر على أخبار الفنانين. في لقاء مع فنان أنا بحبه كثير وأنت كمان بتحبيه كثير، هو الفنان معين شريف. يلي طبعا. بتذكر قبل ما سافر كان في خبر له بالبانوراما وكنت عم تقولي شو بحبه شو بحب صوته. صحيح. فهالمرة في لقاء معه. معين شريف على قد ما صوته حلو على قد ما هو صريح وما بيعرف يخبي مواقف إن كان فنية أو سياسية. فلقاء معه إلى حد ما هيك مرتاح بحكيه مثل ما هو بيحب. وبعض أخبار كمان أخرى، جولة على الأخبار رح نتابع تفاصيلها سوا. نتابعك. أهلا بكم. عبرت شريهان عن استيائها من الأخبار التي انتشرت عن تهجير الأقباط من رفح، وقالت إن تهجير المسيحيين من رفح وغير رفح هو خزي وعار على المسلمين جميعا. وتابعت شريهان منتقدة الدولة والرئيس المصري محمد مرسي قائلة: تهجير المسيحيين من مدنهم وقراهم ومنازلهم عار على الدولة ورئيسها، وهو ما ينفي مقولة الرئيس محمد مرسي بأنه رئيس لكل المصريين. أما في بيروت، لقاء مع الفنان معين شريف المعروف بصراحته وجرأة مواقفه السياسية والفنية. فماذا يقول عن موسم الصيف الذي شارف نهايته بعدما كان حافلا بالحفلات والمهرجانات؟ أصعب كلمة بفكر فيها هي الكلمة اللي قلتيها، كيف قدرتي ما تخبيها بعيونك الحلوين؟ كيف قدرتي تقسي علي وتقولي لي ما عاد فيه؟ آخر كلمة بقلك هي شو بيشبهك تشرين؟ إذا بدنا نعمل مختصر لحفلات الصيف كيف توصفها؟ لبنان دائما ممتاز وحيبقى ممتاز. مهما قالوا إنه ما في سياحة، لبنان بأبنائه بمغتربينه أنعشوا لبنان هاي السنة. قديه بتنبسط إنه وضع لبنان بقي جيد رغم التوترات الداخلية، وقديه بتزعل بنفس الوقت إنه وضع غير دول كان سيء نظراً للظروف الثورات العربية؟ أول شيء نحنا بقينا هيك لأننا لبنانيين، وهذا اللبناني مهما اشتدت عليه الظروف والمحن بيبقى لبنان. أما بالنسبة للربيع العربي، التمثيلية الأمريكية هيدي بلخصها بكلمتين: ما لم يحصل بالألفين وستة اللي ما حصل بالألفين وستة حاولوا إنه يدخلوا بمدخل تاني اسمه الربيع العربي. أول شيء كان المخاض اللي بيبتدي من لبنان، فشلوا فشل ذريع بوجود المقاومة اللبنانية بمقاومة لبنان مع جيش لبنان مع شعب لبنان، فشلوا هذا المخطط، لجأوا إلى الربيع العربي. هون نحن منوصل لسوريا. سمتك وشمعة ساعدة تعطي البلاد الواعدة للي محروم متباعد بحبك. البعض قالوا سندباد، البعض قالوا شهرزاد، والدنيا اللي قاعدة بحبك. حضرتك من الفنانين الجريئين يلي ما بيخافوا بأنهم يعلنوا عن موقف سياسي، ولكن هل بهالمرحلة بتفضل أنه تخفف من الحديث السياسي يعني يكون اهتمامك فني بس؟ لا بالعكس، بالعكس كان هناك من مطالب لإخواننا بالقطر العربي السوري. نحن منا ضد أنه الإنسان يطالب بأي مطلب، ولكن المطالبة بالحرية شيء والدم شيء تاني. نحن ضد الدم، ضد
هالحرب الكونية اللي عم تقام على سوريا الشقيقة، نحن مع مطالب الشعب المحقة ولسنا مع الدم. في قرصنة حصلت على المواقع أو على الفيسبوك اللي هو خاص فيي، طبعا هو يعني عمل خبيث. بقول لهم للشباب اللي عملوا هذا العمل اسمه قرصنة، والقرصنة الإنسان ما بيتباهى فيها لأنها سرقة، والسرقة حرام. وفي البانوراما الفنية، وائل كفوري ونجوى كرم في الصدارة، هلا سرحان تنفعل على الهواء، عبد المجيد عبد الله يرفض الغناء لسوريا، السلطانة هيام كما لم تروها من قبل، ونجمات هوليوود يقعن في فخ التقليد والصحافة بالمرصاد. أثارت هالة سرحان ضجة اليوم في الصحافة بعد حوارها الناري بالأمس مباشرة على الهواء مع الصحافي هاني صلاح المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك على خلفية اتهامها برفض الإيديولوجيات الإسلامية. ما تقولش كده، لا وغير مقبول. لا يا دكتور، لا يا دكتور، انت عارف، انت عارف يا دكتور. لا 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 لا، لن أسمح لك. أنا هعدي هعدي المرحلة دي، لن أسمح لك. لن تتهمني ولن يتهمني أي مخلوق في هذا البلد إني ضد الإسلام والإسلاميين. وحلقاتك على الهواء كلها جمهوريتك، حلقاتك كلها واضحه، حلقاتك واضحه، مصريه وانا برضه مع المصريه والمدنيه. خلينا هو لما يقول مدنيه يبقى اسلام، ولما انا اقول مدنيه ابقى انا ضد الاسلام. المدنيه إيه؟ لا، احنا كلنا مع المدنيه. في استفتاء أجرته إذاعة صوت لبنان حول أفضل النجوم لعام 2012، فاز وائل كفوري كأفضل فنان، فيما نجوى كرم فازت بلقب أفضل فنانة، ونادين لبكي أفضل مخرجة، وسمير صفير أفضل ملحن، ونزار فرانسيس أفضل شاعر، ومجلة نادين أفضل مجلة فنية أسبوعية. وقد فرح محبو وائل كفوري لأن جهودهم أثمرت فوزا لنجمهم المفضل، الذي وما إن صدر ألبومه الجديد محققا نجاحا كبيرا، حتى بدأت جهات بمحاربته ونشر شائعات ضده، منها مؤخرا انفصاله عن زوجته، وهو ما يعد مجرد شائعة على أساس لها من الصحة. يا طيب القلب وين حرام تهجر ضنينك، مشتاق لك يا حياتي عسى بعدما طلبه الجمهور عبر موقع تويتر بتقديم الدعم المعنوي للشعب السوري من خلال أغنية، أكد الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله رفضه الغناء لسوريا في الوقت الحالي، موضحا أنه لم يفكر في ذلك وتمنى أن يزول همها وأن يعود الاستقرار إليها وأن يعين الله الشعب المنكوب، وأضاف أن سوريا لا تحتاج إلى الغناء في هذه المرحلة وإنما إلى الدعاء وإلى مساعدة الأبرياء. حلت الممثلة التركية مريم أوزورلي الشهيرة حالياً في الوطن العربي بشخصية السلطانة هيام على غلاف مجلة إنستايل، حيث تظهر في مجموعة من الصور بلوكات جديدة ومختلفة، وقد نالت اهتمام الناس والصحافة. يشار إلى أن النجمة التركية بطلت مسلسل حريم السلطان من مواليد مدينة هامبورغ الألمانية، وهي من أب تركي وأم ألمانية. ارتداء نجمات هوليوود الفساتين نفسها في إطلالتهن كان محط اهتمام الصحافة العالمية، التي رصدت أنجلينا جولي وكريستينا أجيليرا في الثوب ذاته من مجموعة مايكل كورس، إلا أن أنجلينا جولي كانت السباقة ولحقتها كريستينا، فيما لينسي لوهان وتشيليتاس دايل ارتديتا الثوب الأبيض ذاته. أما بريتني سبيرز وأليكسا فيغا فوقعتا في فخ التقليد حيث اختارتا الثوب ذاته بلون البيج، وكذلك الأمر بالنسبة لكاترين هيجل وأوليفيا وايلد، وأيضا بالنسبة إلى جيسيكا بيل وكيري واشنطن اللتين تعشقان تصاميم ديور.
أما جينيفر لوبيز وجينيفر لورنس فتفضلان أزياء توم فورد، ولكن لكلتيهما ذوق مختلف في الألوان، فجينيفر فضلت لفت الأنظار باللون البرتقالي الساطع، بينما اختارت لورنس اللون الأسود الهادئ. كما أن جينيفر لوبيز ارتدت من تصميم فيكتوريا بيكهام ثوبا من مجموعتها، كانت بيكهام قد سبق وارتدته أيضا. هذه كانت نشرتنا داليا، بس بدي أوضح بأنه اللقاء مع معين شريف كمان كان فيه لقطات من آخر حفل أحياء، ولكن بتعرف أحياناً الصوت ما بيكون كتير واضح بالحفل لما يكون في كتير ضجة، فكرمال هيك نوضع من مقاطع من كليباته بس للتوضيح. هيدا كان كل شيء. ما بتصور في حدا ما بيعرف أو منه على دراية بصوته لمعين، يعني نحن كنا بعدنا عم نحكي وعم نشيد بصوت معين بصوته. صح. من أجمل الأصوات الموجودة على الساحة الفنية. على كل حال شادي يعطيك العافية، أنت اليوم كتير مكيف، جاي بنص النشرة بتخلص ويلا خلص. يعطيك العافية، بترجع تلتقي مع المشاهدين مساء الثلاثة. كان الله رعد، يعطيك العافية شادي. في آخر رحلة إلى سوريا يمنى فواز شاهد على صفقة سلاح تركية. في هذا اليوم كان الاتفاق أن أواكب لواء شهداء حلب المهام الخاصة بين الأنفاق، وصولاً إلى مشاهدة حية لعملية قتالية في سيف الدولة. إلا أن المصادفة جعلاني شاهدة استثنائية على صفقة من صفقات العصر. وفي هذا اليوم أيضاً انقطع الاتصال بين قناة الجديد ومفادتنا إلى سوريا يمنى فواز. وعند التاسعة ليلاً وتزامناً مع مقتل الصحفية اليابانية، تلقت الجديد اتصالات عديدة من قيادات في الجيش الحر تؤكد مقتل مراسلتنا في حلب. وبعدما طلبت القناة الاتصال بمسؤولهم على الأرض وحيلت على أبو جنادة قائد كتيبة شهداء حلب، فجاء الحديث معه على النحو التالي. مراسلتكم يمنى فواز؟ نعم، طمنا عليها. استشهدت مراسلتكم في حلب، قتلها النظام الغاشم. افضحوه هذا النظام الفاجر. غرقت الجديد في السواد والحزن، وبدأ الخبر ينتشر على مختلف المواقع الاجتماعية، وأكده كذلك معظم الناشطين السوريين ومعظم المجموعات المسلحة. وعلى مدى ساعتين توالت الاتصالات المعزية، وبعد ساعتين فجأة تعود يمنى إلى الحياة لتتصل بالقناة وتطمئنها أنها في مكان آمن وصحة جيدة، ولم تدخل حتى منطقة القصف في هذا اليوم. خبر بقدر ما كان مطمئناً كان مقلقاً. قررت إدارة القناة سحب يمنى فوراً من سوريا، فأجرت اتصالات بجهات أمنية ومجموعات معارضة لتضمن خروج يمنى وبعلم السلطات التركية. يتيح أحد الضباط المنشقين إيصالها إلى الحدود ومن ثم إلى الجهة التركية وبمرافقة وسيط عربي، وعلى الحدود يتسلمها ضابط تركي ويطمئنها أنه سيوفر لها الحماية، إنما هناك إجراءات اعتيادية قانونية لن تتعدى ساعات قليلة ويجب اتخاذها قبل مغادرتها الأراضي التركية إلى لبنان. إلا أن يمنى لم تكن مطمئنة قط، فلهذا الضابط تحديداً قرص في شهادة يمنى النادرة على صفقة العصر. في الساعة 7 صباحاً ينقطع الاتصال بيمنى على مدى 3 أيام، ويفقد أي تواصل أو خبر عنها. بالعودة إلى ذلك اليوم الاثنين في 20 من آب 2012، تشابك أحداث لا مجموعة مصادفات، ففي مساء ذلك اليوم نقصد أكثر المناطق حساسية، وهي نقطة استثنائية حدودية في الأراضي السورية تشهد على أعمال السلطات التركية، منطقة تسليم السلاح، وهي لا تبعد من منطقة أطمي سوى دقائق. توجهنا إليها مع بعض المقاتلين بين السهول، ووصلنا إلى حد فاصل بين الحدود التركية السورية حيث الأسلاك الشائكة. الانطباع الأول مشهد سينمائي يتجسد في واقع سهل مظلم مملوء بأشجار الزيتون
جموع من المسلحين، ضوء خافت يومد أحيانا من إحدى الشاحنات، شاحنات محملة بالأسلحة، وكل مجموعة سرية تأخذ نصيبها وتذهب، ومجموعات مسلحة تتوزع على جوانب السهل. طلب مني عدم التصوير، إلا أن ضخامة المشهد حرك فضولي الصحفي. جلت بينهم، ألتقط الفيديو بالخفاء، وفي أثناء ذلك يتقدم أحدهم يتكلم الإنجليزية ويسأل عن سبب وجود أنثى في المكان، ليكتشف أن هويتها لبنانية وعلى الأرجح صحفية. It's a big big mistake. I will tell my friends. وبعد ذلك مباشرة يتم تعزيز الجيش التركي على الحدود وتمنع إحدى المجموعات من العودة إلى أنطاكيا، لتعلم القناة بعد ساعات بخبر مقتل مراسلتها في سوريا. وبعد منتصف الليل وتحديدا عند الساعة 3:30 فجرا تقوم مجموعة بنقل يمنى إلى الحدود بهدف إخراجها من سوريا كي لا يتم قتلها، وهنا كانت المفاجأة. تم تسليم يمنى فواز للضابط التركي نفسه الذي كان متواجدا داخل الحدود السورية يشرف على عملية توزيع السلاح، والذي اشتد غضبه حين رآها في المنطقة المحظورة. يعني كانت مفاجأة، بل أنا في أقول أنه كانت صدمة، لأنه هو ذات الضابط التركي اللي كان أثناء عملية تسليم السلاح للمعارضة السورية هو ذاته اللي عم بيجي يقول أنه أنا حأنقذك من التصفية اللي بدها تملأ لك جوا. كان أنه اخترت أنه بسلم حالي يعني إلى حد ما لهيدا الضابط التركي، على وعد منه أنه التحقيق ما بيتعدى الساعة بنوصل على أنطاكيا، بتسلم لضابط تركي تاني بياخدوا كل الفيديوهات، بياخدوا الكاميرات، بياخدوا كل الأشياء اللي كانت معي. منتوجه على أوتيل اسمه أنطاكيا على أساس التحقيق ما بده يتعدى النص ساعة، بيمتد بعدين ليوم ليومين لثلاثة. وكان كمان في مفاجأة تانية، أنه هو أول سؤال بينسأل لي هو أنت شو طايفتك؟ وبيه هالثلاث أيام التحقيق كان كل الوقت في تركيز أسئلة على أحد الأحزاب السياسية الدينية بلبنان. بعد أسبوع من عودتي على لبنان بيبعتوا كل المواد اللي كانت معي للقنصلية ومنستلمها بعدين، بس بيكون بالتأكيد مهم أنه هو يمكن المقطع اللي كان عنده الحساسية جدا عليه هو مقطع الحدود اللي له علاقة بالسلاح. بكفالة مالية خرج مدير مكتب مجلة تايم الأمريكية رامي عيشة، الذي أخلى القاضي العسكري سبيله بعدما اتهمه بمحاولة تهريب السلاح. لم يكد توقيف الصحفي رامي عيشة يدخل شهره الأول حتى وافق قاضي التحقيق العسكري على إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 1,000,000 ليرة. أخيراً تنفس رامي نسيم الحرية. مثل ما معرفت السبب لتوقيفي، اليوم ماني عارف السبب لإخلاء سبيلي. يعني بسمع سيناريوهات كتير، يعني أنا بلحظة من اللحظات أنا قلت بروح 20 سنة لما أنا أقرأ أنه أنا في واحد عم يتهمني أنه أنا إرهاب، تهمتي إرهاب، هيدي بتقلي أنه أنا خلص حضل 20 سنة. باختصار هيدي التجربة علمتني كتير. أنا بالنسبة لي اليوم أخلي سبيلي، يعني أنا هلأ على كفالة لحديت هاي اللحظة. بعتقد شوط كبير قطع بالنسبة لبراءتي. الخطوة الجاية هي أنه أثبت براءتي 100%. يعني أنا ما برضى بأنه أنا يطلع اكتفاء مادي، ما رح أرضى أنه يطلع براءة، بس بدي منع محاكمة عني وبدي براءة. هذه أهم شيء بالنسبة لي اليوم، أنا المعركة إذا بدك اللي أنا عم حاول خوض فيها. رامي ليس الوحيد الذي أخلي سبيله، فقد وافق القضاء العسكري على تخلية الضابط وسام عبد الخالق أيضاً بكفالة قدرها 600,000 ليرة بعدما كان قد وجه إليهما تهمة محاولة تهريب السلاح. هلأ صرت خريج حوز، شو تقول؟ يعني ولا للحظة من اللحظات كنت أتخيل حالي أني أنا رح فوت على قلب سجن. أنه مثلا أحيانا ممكن تتوقف لأنه ليتأكدوا من بطاقتك أو شيء، بطاقتك الصحفية.
بس بلحظة من اللحظات بتلاقي حالك أنت صرت بقلب السجن، بدك تعيش مع الواقع، يعني بتتعلم، بدك تنسى كل شيء العالم الخارجي، بتتعلم الكلمات اللي بيستخدموها جوا، بتشوف معاناة كتير ناس، بتشوف ظلم ناس لناس داخل السجن. يعني هناك كتير أشخاص كانوا موجودين كنت تشوفهم عم يظلموا سجناء تانيين. يعني أنت فعليا منك مسجون عند الدولة اللبنانية، أنت مسجون عند الشاويش وأتباعه أو المافيا اللي حاكمة بالسجن. هذه ببعض السجون مش بكل السجون، على اعتبار أن أنا تنقلت بين كذا سجن، يعني أنا شفت شغلات كتير ناوي أكتب عنها. يعني أول موضوع أنا ناوي أكتبه هو عن جمهورية القبة، لأنه أنا ما بعتبره أنه سجن، هو جمهورية قائمة بحد ذاتها. أنت منك مسجون عند الدولة اللبنانية، أنت مسجون عند الشاويشية الموجودين فوق. لم تقفل القضية بعد، إخلاء السبيل خطوة تستأنف بعدها المحاكمة. رضوان مرتضى، قناة الجديد. حتى يومنا هذا لا يزال هناك اعتقاد راسخ بقدرة الحجب والطلاسم المختلفة على حماية الإنسان وشفائه من المرض، والفلسطينيون كسواهم يتوجهون إلى الكهنة في الطائفة السامرية بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة لمباركة زواجهم ورد الحسد عنهم وغير ذلك من الأسباب الكثيرة. الإيمان بالطلاسم والحجب كوسيلة للحماية أو حتى الشفاء من بعض الأمراض لطالما كان في المجتمعات العربية المعتقد أنه هاي بتسهل عملية الولادة عند المرأة. في متحف جامعة بيرزيت تعرض مجموعة من الحجب الفلسطينية القديمة جمعها الطبيب توفيق كنعان، تتنوع بأشكال مختلفة، منها الورقية ومنها ما كتب على بعض الأواني ومنها ما وضع داخل الحلي. الحجارة اللي لونها على صفار مثلا كانت حسب كنعان وكان أبحاثه أنه كان يستخدموها ضد اليرقان مثلا لاصفرار الأطفال. الحجر الأحمر كان ضد الجروح أو ضد النزيف. لا يزال استخدام الحجب كوسيلة لحماية النفس أو إلحاق الضرر بالآخرين موجودا في بعض القرى الفلسطينية، لكن المواطنين يرفضون الإفصاح عن ذلك، وكون السامريون يحتفظون بأسرار علم الحجب والفتاحة توجهنا إليهم للحديث عن ذلك. على مر التاريخ توارث السامريون عن أسلافهم خبرة علم الفلك والتنجيم، لكن هذه العلوم تبقى سرية وتورث للكهنة فقط. علم التنجيم وعلم الفتاحة بشمل حل مشاكل، توفيق عمل لإنسان إذا كان مربوط ولا إن كان محسود، تحليل أسماء لأشخاص أسماءهم لن تكون مناسبة لهم ولحياتهم. بمجرد وصول الطالب للمساعدة يتبع الكاهن السامري أساليب عدة لمساعدته، مبتدئا بفحص مدى توافق اسمه ومن ثم الفتاحة باستخدام الثورات السامرية وتحليل خطوط الكف ثم وصف الحجاب الملائم. إذا بين من أثناء الخطوة الأولى اللي احنا اشتغلناها مع بين هناك في عمل معمول لهذا الإنسان بهذا البخور، احنا بنخرج هذا العمل بعد ما نغلي مثلا نقول، او بعد ما نحرق هذا الحجاب او بعد ما ندفنه بسله، بصير لهذا الحجاب له فائده زي ما بتاخذي حبه الدواء من الصيدليه. حتى يومنا هذا الكثير من اليائسين او قليلي الحظ يطرقون ابواب العاملين في التنجيم والفتاحه باحثين عن السعاده. نبال فرسخ، قناه الجديد. كان في النشرة عون يتخطى الحواجز القوتية على طريق جبيل. هجوم انتحاري على أمن القامشلي. وهاب في عنف نقد للسفير السوري. هاودي الوشوشين، هاودي الفسيدة، هاو اللي بيتركوا أصحابهم بوقت الشد. في الخاص شاهدة على صفقة السلاح. كان في النشر أيضا معين شريف وشم على ساعد المقاومة. ما لم يحصل بال2006 حاولوا أنه يدخلوا بمدخل تاني اسمه الربيع العربي.
كان هذا كل ما لدينا من أخبار حتى الساعة. نشكر لكم حسن المتابعة وتصبحون على ألف خير.